السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغلي. إن شاء الله هناخد تجربة جديدة في لاب الإندستريال، بنتكلم على السنجل فيز فول ويف وان كنترول دريفت فاير. واللود هناخد تو كونديشن، هناخد مرة اللود بالنسبة لنا يكون ريزيستيف، وهناخد الآر اللود. تمام؟ شكل الدايرة هيكون كالآتي، عندنا فور دايل بالشكل ده. خارج بتاع ده الريكتفاير زي ما قلنا، هنقول لو احنا وصلنا هنا يبقى في الاول ريزيستيف لود، والاي سي سبلاي يبدا يخش معانا ما بين التو ميد بوينت بتوع الدايت. لو احنا سمينا مثلا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، وهنا الاي سي سيجنال او الفي اي سي بالنسبه لنا، وهنا الار لود. ايه اللي المفروض ابقى عارفه؟ الكونسيبت بتاع تشغيل الدايره والكيرفات اللي المفروض تبقى عارف ان هي هتطلع في حاله ان الكونفجريشن بتاعنا مش الشكل اللي قدامنا. يبقى انا عاوز اقيس هنا الفي لود بالنسبه لي هيكون شكله عامل ازاي. لو انا جيت بصيت على الكيرفات، عبد ارسم ثلاث كيرفات دول مهمين بالنسبه لنا. هناخد في الاول كيرف الانبوت، ده الفي اس تاج، وهنا الفي لود، وهنا الاي لود. خلاص؟ وهنا الاوميجا تي بتاعت السبلاي بتاعي. خلاص؟ اللي بيحصل كالاتي، بمجرد لما يبدا الاي سي سيجنال تخش هيبدا يوبريت معاك التو دايل دول، ويبدا الكرنت يمر في التراك ده، وبالتالي هيبقى التو دايل طول ما دول شغالين يبقى انا هبدا اعدي البوست اوف سايكل بالنسبه لي، فالشكل هيطلع كالاتي. خلاص؟ طيب هنيجي اول ما يبدا نيجاتيف سايكل نبدا نقلب، هيبدا يتعكس معانا الدايركشن بتاع التشغيل، هيبدا يشتغل في الدايجونال التاني بتاع الدايودز، هيبقى دول اللي هيبداوا يشتغلوا، دي 3 ودي 4. لو تاخدوا بالكم ان ما زال التيار بيمر في نفس الدايركشن، انا عندي الاي ال سواء انا شغال في البوست سايكل او شغال في النيجاتيف سايكل، انا بمر في دايركشن واحد، وبالتالي هتلاقي ان النيجاتيف سايكل بالنسبه لك سمعت في البوست برضه، فهتلاقي ان الشكل بتاعك يطلع لك 3. عشان كده احنا بنقول الكونفجريشن ده سنجل فيز فول ويف. يعني ايه فول ويف؟ يعني انا قدرت احصل على التو ويف سواء بوست اوف سايكل او نيجاتيف سايكل، الاثنين يبقوا في البوست اوف سايكل معاك. طيب ده بالنسبه للفي لود. طب الاي لود المفروض احنا عارف الكلام ده اقدر اتوقعه، لان اللود بتاعي ريزيستيف. في حاله ان اللود بتاعي ريزيستيف المفروض ان الفولت والتيار يكونوا ان فيز مع بعض، فالمفروض ان انا شكل التيار برضه هيبقى شبه شكل الفولت مع الاخذ في الاعتبار ان مش نفس القيمه. حسب ايه؟ حسب قانون اوم. لو انت عارف الفولت كام وقيمه المقاومه، هتقسم الفولت على المقاومه تعرف كبيك الكرنت قيمته كام. ده في حاله ان احنا شغالين ريزيستيف لود. عاوزين نبدا نشتغل دلوقتي ايه؟ نحط ار ال. ايه اللي هيتم في الدايره؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتزود ال. فخلينا نرسم برده الكونفجريشن بسرعه كده. يبقى عندي برده الفور دايت زي ما هم، وخارج الريكتفاير هيبقى على ار ال، بس خليني ابدا اعمل الكونكشن بالشكل اللي قدامي. ال ال الاول ووراها الار، وهقول لكم ليه دلوقتي. طبعا هيكون هنا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، وهنا الاي سي سبلاي بتاعي البي اس بتاعي هنا. خلاص؟ هل التشغيل هيختلف؟ لا، احنا برضو ما زلنا سنجل فيس فول ويف. هو اللود بس اللي اتغير بالنسبه لي من ار لود لار ان لود، يبقى السبلاي بتاعي زي ما هم. خلاص؟ ده البي اس. والفي لود المفروض ان الفي لود حسب تشغيل الدايره زي ما شرحنا، التيار بتاعي مش هيتغير سواء انا شغال في البوزيتيف سايكل او شغال في النيجاتيف سايكل. يبقى برضو الفولت بالنسبه لي فول ويف هيبقى زي ما هو، مفيش مشكله خالص. مين اللي هيتاثر في حاله اللود بالنسبه لي؟ هو الكارنت. التيار هو اللي هيتغير، لان انت دلوقتي مش ار لود، انت ار ال لود. وجود ال ال كاليمنت هيبقى فيه شحن وتفريغ لل ال. يبقى ال ال بالنسبه لي هتبدا تعمل ايه؟ تعمل كنترولنج على الكارنت. زي ما احنا اخدنا في الدايره اللي فاتت الار سي، عرفت ان الكاباستور بيبدا ايه؟ يبدا يعمل لي فلتريشن للفولت. فهتلاقي هنا وجود ال ال هتبدا تعمل فلتريشن للكارنت. يعني بدل ما التيار يطلع زي الريزيستيف، لا، انا عندي ال دي بتعمل ايه؟
لان دي اول ما تشوف بوست فولتج هتبدا تشحن، هتبدا تشحن معايا بالشكل ده لحد ما اوصل للماكسيموم بتاع الفولت. اول ما الفولت يبدا يقل هتبدا الامبيد تقل، تبدا تفرق لحد ما يجي بوست جديد، البوست الجديد هيبدا يعمل ايه؟ يشحن في الال تاني وهكذا لحد ما اجي انزل يجي سايكل جديده ابدا ايه؟ اشحن افرق. لو تاخد بالك ان كل ما قيمه الاندكتنس دي هتعلى معاك، يعني الشحن والتفريغ كاريبل يقل معاك، هتلاقي ان التيار واحده واحده قرب يبقى بيور دي سي. يبقى تاثير ال هنا بالنسبه لي هي فلتريشن للكارنت، ان في الاول وفي الاخر انا بعمل ايه؟ بعمل ريكتفاير، عاوز احصل على فولت ثابت وتيار ثابت لو قدرت اعمل الكلام ده. فال بالنسبه لي هنا وجودها مع ريزيستيف لود بتبدا ايه؟ لو انا عندي ال مثلا مش عالي قوي احس بالشحن والتفريغ بتاعي. تمام الكلام ده احنا عاوزين نشوفه في اللاب. ازاي احط ال بالنسبه لي واشوف الشكل على الميكروسكوب عامل ازاي؟ زي ما اتعودنا مش هيكون عندي مشكله في التوصيل لان الكيت مجهزه بنفس الشكل اللي قدامك، عندك دايودز، عندك سبلاي، عندك لودز. المفروض ان انت واحده واحده تبدا توصله، تبدا توصل الاول الدايود، وبعد ما توصل الدايود تبدا توصل اللود، وبعد كده تحط السبلاي بتاعك ما بين الميد بوينت بتوع ايه؟ بتوع بتوين تو دايودز. طيب نيجي بقى في لحظه الايه؟ لحظه ان انا عاوز اريد السيجنال بقى. انا عندي كام تشانل؟ عندي تو تشانل. وتعلمنا ان احنا عشان نقيس حاجتين لازم احافظ على نقطه الكوما. فالنقطه الكوما بالنسبه لنا هي النقطه دي. دي النقطة الأوبتيمم بالنسبة لنا نقدر إيه؟ نقيس من عندها. أنا عاوز أقيس إيه وإيه؟ أنا عاوز أقيس شكل التيار وأقيس فولت اللود. خلاص هتقول لي يا باشمهندس عاوز تقيس فولت اللود، حط تشانل هنا. قيس أهو فولت اللود. خلاص مفيش مشكلة. طب عاوز أقيس تيار، ما إحنا اتعودنا في التجارب اللي فاتت أنا ما عنديش بروف كارنت، لكن أنا عندي أوبشن إن أنا أقيس الفولت اللي على المقاومة وبالتالي أعرف شكل الإيه؟ شكل التيار من شكل الفولت اللي على المقاومه. اه يعني حضرتك عاوز تقول ان احنا هنحط تشانل هنا بالظبط. يبقى انا هقيس فولت المقاومه وهقيس فولت الار ال، وبالتالي انا كده قدرت اشوف الفولت وقدرت اشوف التيار، وهو الايه؟ المطلوب اثباته في التجربه بتاعتنا. نشوف تاثير ال في الدائره بتاعتي عامله ازاي. خلاص؟ فالناس تركز على موضوع الكومن ده والتشانلز هتوصل فين مع الاحتفاظ بالترتيب بتاع التوصيل بتاع الدايره، محدش يوصل الار فوق وبعديها ال. لا انا عاوز ال الاول في التوصيل وبعديها الار عشان نقطه الكومل بالنسبه لي تكون مناسبه جدا جدا. تمام؟ بس هنبدا نشوف بقى ايه التوصيل العملي بتاع الدايره عامل ازاي. الكيت بالنسبه لنا اهو، وزي ما احنا قلنا مش هيبقى عندي مشكله في التوصيل خالص عشان اوصل الفول ويب، ابدا اوصل الدايت ده مع الدايت ده، وبعد كده ابدا اوصل الدايت ده مع الدايت ده، وبعديهم لو هاخد السبلاي بتاعي فانا عاوز فيزا هتوصل ما بين الميد بوينت هنا، وعندي فيزا ثانيه اجيب نقطه النيوترال اهو ما بين الميد بوينت هنا. خلاص يبقى انا اخدت فيز ونيوترال حطيتهم ما بين الميد بوينت ايه؟ بتوع التو دايت. كده انا وصلت السبلاي ووصلت الدايت، فاضل مين؟ اوصل الخارج، الخارج بتاع الريكتفاير بتاعي ما بين النقطتين دول. فابدا اخد اهو لوب اطلع من خارج الريكتفاير، وقلت اروح على ال الاول، وبعد ال هطلع على الار، والمفروض اخر حاجه بالنسبه لي تقفل الريكتفاير، يبقى اخر الار مع خارج الريكتفاير هنا ايه؟ كنيجاتيف فين. خلاص تمام كده انا وصلت الدايره كلها ككونفجريشن زي ما شرحنا. فاضل السكوب، السكوب اول حاجه هتجيب النقطه الكومن اهو، الكومن بتاع السكوب اهو احطه فين؟ مع اخر المقاومه، اخر طرف انا وصلته. وبعد كده ابدا اوصل اول تشانل فين؟ على المقاومه دايركت. وبعد كده تاني تشانل هنوصلها فين؟ هنوصلها على دخول ال هنا. لان ان انت اوريدي النقطه الكومن خلاص اخر الار، يبقى لو بعد الار تشانل والار ال اللي تشانل ايه؟ اللي تشانل الثانيه معاك. خلاص تمام. يبقى الناس تركز في الجزئيه دي كويس جدا جدا جدا. هتيجي على اخر الار تحط الكومن، واول الار هتحط تشانل، واول ال هتحط تشانل. خلاص نروح بقى على السكوب، هنبدا نشغل الدايره ونشوف الخارج. السكوب بالنسبه لي اهو كالاتي، عندي التو تشانل
تمام. ما هو مفيش احسن، نعمل زوم زي ما انتوا شايفين، ادي الفول ويف. لو عملنا ستوب عندي الفول ويف اهو ريكتيفاير، ولو تاخد بالك اهو التيار بيبدا يشحن، واول ما بيبدا ينزل يفرغ بتيجي سايكل جديده، يبدا يشحن تاني، واول ما تبدا تفرغ تيجي سايكل جديده. فتخيل بقى ان انت كل ما هتعلي ال الشحن والتفريغ بالنسبه لك هيقل، يعني انا اشحن واول ما ابدا انزل مثلا تروح جاي السايكل الجديد على طول، فتلاقي نفسك شبه ثبت، تبدا تفرغ وهكذا. يبقى ال دي بالنسبه لي هي ال متوسطه، مش قيمتها عاليه جدا ان انت تبقى بيور دي سي، لا انا عندي حاسس فعلا بزمن الشحن والتفريغ زي ما انت شايف، وكل ما اعلي كل ما السموثنج يبقى اقل، الريبلز دي تبدا اقل، فتلاقي ان انت بقيت فري ريبل او بقيت بيور دي سي. خلاص لو عملنا اهو على التايم قربنا، فانت زي ما انت شايف اهو شحنا، بدات افرغ، جت سايكل جديده شحنا، بدات افرغ وهكذا لحد ما ايه نوقف الدايره بتاعتي. اتمنى الناس تكون شافت الدايره وفهمت الكونكشن. ان شاء الله اشوفكم في الدايره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.